صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في، ما وعدكم بتجدد بفقرة سينما، واليوم رح نشوف ثلاثة من أهم الأفلام يلي عم بيتم عرضها بصالات السينما. الموفي الأهم واللي كمان حاصل على التوب 1 بالبوكس أوفيس هالأسبوع هو سالي، هالبايوغرافيكال دراما موفي من إخراج كلينت إيستوود. أما الأبطال فهن توم هانكس، أرن أكش أكهارت ولورا ليني. ب 15 جانيوري عام 2009 الكابتن تشيلسي سولنبرغر أو سولي يلي عم بيقوم بأداء شخصيته توم هانكس بحاول الهبوط اضطرارياً بنهر الهاتسون بنيويورك. بوقتها يو اس ايرويز الرحلة 15-49 بيفوت فيها قطيع من الوز وبينتزعوا التو انجنز تبع الطيارة، وهون بيعمل هو ما بيقبل نقول كراش، بيعمل ووتر لاندينج وبيخلص 155 راكب ضلوا عائد الحياة بالإضافة للكرو تبع الطيارة. هالكابتن الهيرو الشعب كله حبه، الميديا كلها حبته، ولكن بيواجه مشاكل لما بيعملوا معه تحقيق، وهيدا الشيء بيأثر على مستقبله والكارير تبعه. قصة حقيقية لازم تحضروها، فيلم كتير حلو، خلينا نشوف بعض المشاهد. Sully, where are you? No one warned us. No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. This was dual engine loss at 2,800 feet, followed by an immediate water landing with 155 souls on board. No one has ever trained for an incident like that. Our job is to investigate how a plane ended up in the Hudson River. On the Hudson. It's not a crash, it was a forced water landing. Simulation showed that you could make it back to the airport. Not possible. I felt it go. My aircraft. Your aircraft. I want you to know I did the best I could. Of course you did. You saved everyone. People call you a hero. I don't feel like a hero. Show us your case, Super Sally! There's been too much talk in the press already. I'm overwhelmed by all this attention. The left engine was still operating. What if I didn't get this wrong? What if I endangered the lives of all those passengers? I got an A320 diving for the river. You did everything you could. It was more than enough. When was your last drink, Captain Solberg? Have you had any troubles at home? This is the captain. Brace for impact. What? Brace, brace, brace! Heads down, stay down! There were 155 people on that plane. Brace, brace, brace! You were one of them. Down, over 40 years in the air, brace, brace. But in the end, I'm going to be judged on 208 seconds. I need a count, passengers and crew. Is anyone still here? بطل من أبطال العالم إنه واحد ينقذ 155 راكب بلاندينج مخيف، كانت أول مرة بينسمع الصندوق الأسود أو البلاك بوكس بوجود الطيار والمساعد تبعه. إنجاز كتير كبير إذا مفكر كان هو مفكر حاله بطل، ولكن المسؤولين عن الطيران كانوا عم بيجربوا يحاربوه ويطلعوه إنه هو السبب بهال، كان في يرجع يعمل لاندينج طبيعي. فيلم كتير حلو، ما تروحوا عليكم. من سولي إلى أناذر هي بنظر بعض الأشخاص، ننتقل على سنودن، كمان أكشن بيوغرافي ودراما من إخراج المخرج الأكاديمي أورد أوليفر ستون يلي بالسابق قام بفيلم بلاتون بورن on the 4th of July، وول ستريت وجي أف كي. بحب يطرح بأفلامه بعض الحقائق من الـ 21st century. الأبطال بها الموفي جوزيف كوردن ليفيت، شايلين وودلي وميليسا ليو. سنودن بيكشف عن قصة شخصية أدوارد سنودن، هالشخصية لفتت الأنظار كل العالم عام 2013. هو اللي ترك الـ NSA أو الوكالة الأمن القومية National Security Agency وسرب معلومات سرية. هالمعلومات بتبرهن أنه اليوم الحكومة الأمريكية أو الـ NSA تحديداً، مش الحكومة، تجمع معلومات عن مش بس الحكومات والتيرورست بالعالم، إنما كمان بتجمع معلومات عن كل فرد منا، عن كل شخص موجود. وهالشي طبعاً بيصير من وراء النيو تكنولوجيز، الفونز، السوشيال ميديا. هالموضوع يلي بنظره كان عم بيتعدى على حرية الأفراد، قرر إنه يترك الـ NSA
ويفصح عن هالحقائق، وهذا الشيء خلى الدولة الأمريكية وتحديداً الـ NSA يلاحقوا. اليوم هو بروسيا وقعد أول سنة كمان كان محمي من الدولة الروسية، بعدين حميه 3 سنين زيادة، واليوم هو مطلوب كبير من الـ NSA بالعالم. هالموفي اللي مثل ما قلنا بيوغرافي، بيحكي قصة حقيقية، يمكن مثل ما قلنا أشخاص بيعتبروه خيّن وأشخاص كتير بيعتبروه بطل، ولكن الأكيد أنه الخبرية والقصة بقلب هالموفي بتخلينا نسأل كتير أسئلة عن الحقيقة والحياة اللي عايشينها نحن اليوم الملانة بالتكنولوجي والسوشيال ميديا. خلينا نشوف المشاهد سوا. When do I go back? You ever again land on those legs of yours, those bones will turn to powder. Plenty other ways to serve your country. You wanted to be special forces? Yes, sir. Why do you want to join the CIA? I'd like to help my country make a difference in the world. The average test time is 5 hours. I'm done, sir. It's been 40 minutes. 38 minutes? What should I do now? Whatever you want. The deputy director of the NSA offered me a new position. Can you tell me anything about it? You know I can't. Find the terrorist in the internet haystack. You're making people very happy. Thank you. You ready for a little action? Oh, this looks cheesy. How is this all possible? Think of it as a Google search, except instead of searching only what people make public, we're also looking at everything they don't. Emails, chats, SMS, whatever. Yeah, but which people? The whole kingdom, Snow White. The NSA is really tracking every cell phone in the world. Most Americans don't want freedom. They want security. Except people, they don't even know they've made that bargain. Are they watching us? There's something going on inside the government that's really wrong, and I can't ignore it. I just want to get this data to the world. Hey. سنودن موفي كتير حلو، يمكن منه كتير انترتينينج، ولكن الموضوع كتير انترستينج، بخلينا نفكر ونحلل ونتخيل انه نحن اليوم مراقبين 24/24 وين ما كنا موجودين. موفي مهضوم انترستينج، كمان موجود بصالات السينما اللبنانية. رح ننتقل من البيوغرافي والجدية بالحياة لشيء أكتر كوميكال، ونحن ننتقل على موفي بريدجيت جونز بيبي، كوميدي رومانس. هالموفي من إخراج شارن ماغواير، أما الأبطال فهن روني زيلويجر، كولين فيرث، باتريك دامبسي و أما تومسون. بيحكي الموفي عن شخصية بريدجيت جونز يلي خلقتها الكاتبة ألين فيلدينغ، وحققت نجاحات كبيرة إن كان بالنوفلز يلي انكتبت عنها ولا بالموفيز. هالموفي هو سيكويل، هالفيلم الثالث لبريدجيت جونز. بيحكي عن هالشخصية يلي من بعد ما تركت زوجها ورجعت لحياة العزوبية، عم بتركز على حياتها، عم بتركز على الكارير، ترجع بتتعرف على شاب جديد وبتحبه، ولكن وقتها بتحس حياتها رجعت تكون the perfect life، بتتفاجأ بأنه اليوم هي مثل ما عم نشوف بهالمشاهد سوا، بتتفاجأ بأنه هي حامل، ولكن المشكل الأساسي هو مين بي الطفل. كوميدي موفي مهضوم كتير، شخصية كتير من الأشخاص تابعوها إن كان بالكتب أو بالأفلام. رح نشوف بعض المشاهد هلأ سوا. I'm absolutely loving my new life. Have top job as producer of news program. I'm looking for someone dynamic to lead. Any volunteers? Do you need the bathroom, Bridget? And maintaining good relationship with ex. How are you? Very well, thanks. How are you? I'm fine. Glass of wine? I have a whiskey, please. Big glass. Double. And my love life is showing signs of improvement. Oh. May I? It fits. هيدول هن الثلاث افلام يلي كانوا معنا لليوم. اذا ما حبيتوا ولا موفي من هالموفيز رح نشوف سوا البوكس اوفيس، وهيك بتشوفوا افضل 10 افلام بصالات السينما اللبنانيه. رح نبدا مع المرتبه العاشره وموفي بلود فادر يلي تراجع مرتبتين لورا، كان بالمرتبه الثامنه الاسبوع الماضي. اما بالمرتبه التاسعه فعنا الموفي يلي شفناه اليوم البيوغرافي عن سنودن، وهو موفي سنودن. بالمرتبة الثامنة هورر موفي Don't Breathe. It's a very nice movie. لكل محبي الهورر موفيز كمان بنصحكم انكم تحضروه. منكفي على المرتبة السابعة، وهو فيلم لف ودوران. اما المرتبة السادسة فموفي Ben Hur، هالموفي اللي عم بينعاد للمرة الخامسة، عم بينرجع بينعمل له ريكرييشن، فيلم كتير حلو. أما المرتبة الخامسة فهو ماكس وعنتر.
فيلم لبناني كوميدي مهضوم، والمميز فيه انه في عندنا كلب بطل بهالموفي. اما المرتبه الرابعه فهو لبريدجيت جونز بيبي. المرتبه الثالثه لبيتس دراجون انيميشن موفي للاطفال وحلو كثير من ديزني. المرتبه الثانيه لميكانيك ريزيركشن. اما المرتبه الاولى فهو كمان للبيوغرافي موفي سالي يلي بيحكي عن التيار البطل. هيدا كانت حلقتنا لليوم بسينما. موعدنا بيتجدد الجمعه المقبله بذات الموعد. اما هلا فرح ناخذ وقفه كثير قصيره ومن بعدها بنتابع MTV Alive.